ما زقتش البتاع يا عم. كارديولوجي واللي هيجيب في درجه 10 ماشيين الدرس. يلا كارديولوجي
ذاكر نفسي احنا هنهزر بامانه بامانه يعني المفروض يبقى عندك ان شاء الله هيماتولوجي وعندك كارديولوجي وبلاش الحته زياده اللي هي الهيماتولوجي خلي الهيماتولوجي كارديولوجي واللي هيجيب اقل من 40% هيمشي كده كويس واللي مش هيمتحن هيمشي اعمل ايه يا كريس بس طالما الموضوع لايتلي قوي كده بقى بنذاكر نسمع لا طبعا ده انت يا دوب تلقط نسمع ايوه يعني بنلقط بالحق كلمه الحق ظهر والله العظيم عندنا حاجه ازاي ايه المشكله تعمل لنا امتحان هو انت اخر السنه يا ابني مش عندك امتحان في 9 شباتر في 10 شباتر في 13 شابتر انا هعمل لك امتحان في شابترين كتير عليك عندك امتحان في الكارديولوجي ومع الهيباتولوجي يوم الاحد امتحان هيباتولوجي وكارديولوجي الكارديولوجي مش خالص ليه صح ونص بالنسبه للناس اللي كانوا في دي مش قضيه الكومبليكيشن يلا طالما المذاكره انا هشد عليكم بقى خلاص ان شاء الله الكومبليكيشن خلاص الكومبليكيشن ايه يعني كان فيلير في الروبن ستون احنا ما شرحناش الكرايسيس كنا شرحنا الديبوزيشن خلاص الديبوزيشن اوف اير ايزي فراكشر اوف بون خلاص ايزي فراكشر اوف بون ثم جروس ريتارديشن حد فكر في الجروس ريتارديشن؟ طب قول لا بلاش انت اكيد ان شاء الله تقول باذن الله حد تاني يفكر في الجروس ريتارديشن يقول لي ليه ورا الجروس ريتارديشن فكرت في ايه ده؟ مش لازم 10 خالص احنا هنتملى 5 بس طبعا ده دي اهم واحده فيهم على الاطلاق البيتيوتري دامج والجونادال دامج ليه هي البيتيوتري فيها حاجه للنمو والتستس فيها الاصل خلاص ممتاز ثلاث مين الليفر فيليا روعه جبنا كده اول ثلاثه لان الليفر ده اهم اورجن للنمو حد بقى تاني يقول لي هو ليه الليفر مهم للنمو عشان بيطلع اي جي اف 1 وعشان هو المين المين ميتابوليك اورجان في جسم الانسان طب ادي اول ثلاثه يبقى بالترتيب كده يا جماعه اول حاجه بيتيتري دامج تستكرا دامج وليفر سيل فيل دول اول ثلاثه يلا كمل ديفينتلي بس تقول لي انفكشن ايه اصل نزلت البرد ما بتعملش شورت سبيتش ايوه تقول لي كده تقول لي بلاد بورن انفكشن زي سايتوميجالو فيروس والاتش اي في والهيباتايتس دول يخليه ما يكبرش طبعا الهايبوكسيا الهايبوكسيا يا جماعه ممتاز يلا الستون ما بتقفلش البايل الا وقت قليل بون فراكشرز يعني ما هو مش عرضه للكسور بالشكل الفظيع ده لدرجه سيستم فيلير هو ده السيستم فيلير الوحيد اللي عندنا ليفر سيل فيلير ولا في هارت فيلير ولا في بالمونري فايبروزس دول لوحدهم ثلاثه فيلير سيستم فيلير بالمونري فايبروزس وهارت فيلير وليفر سيل فيلير ده مش سيستم واحد دول ثلاثه اضف الى ذلك اثنين اندوكراين بنفيتري وتيسس وممكن تضيف معاهم كمان دايابيتس لكن دول الاساس يعني ها اللي بتجيب سايتوزس دي بتخلي كل مره الكونسيوم الانرجي كلها بتاعت الفاتو لا خياليه شويه حد عنده اي افكار ثانيه ليه الولد ما بيكبرش؟ هارت فيلير في الاخر هنحطها تحت هارت فيلير ما هو الهارت فيلير بيكونسيوم الانرجي بتاعت الانسان عنده اي افكار ثانيه؟ عنده مالي ده في حد قال لي هو العيال دي بتبقى سايكولوجيكلي امبيرد مليون في المية وده بيقلل الليفل في جروس هرمون بس دي حاجات كده مش لسه صح والانيميا تحت عنوان هايبوكسي رينال فيلير از فيري رير بس ممكن طبعا بس هنحطه جنب السيستم فيلير انتوا قلتوا كتير جدا جدا بعد اذنكم اقولوا دول وبعدين اسالكم سؤال ايه في دول ياخر الملوك
دول ياخر ايه دول ياخر البلوغ ياخر البيوبرتي بتيجي دامج عشان ال اتش او اف اس اتش ولا السبيكولار دامج الاثنين. طب ولا ليفر سيل فيلير طبعا ولا هارت فيلير ولا الانفكشنز ولا الهايبوكسيا all these causes result in short stature delay in puberty and vagus. اكتبهم كده تحت عنوان نبهر بيهم الدكاترة هم مستنين يسمعوا سبب او اثنين غرقوا غرقوا. على الاقل دول الاساسيين في حاجات كتير فرعيه لكن 1 2 3 4 5 6 7 اسباب رئيسيه للجروس فيلير والشورت فيتشر اتمليناهم. وهذه الاطفال الاسبرين بتاعها بيكبر مش عايزين كلام جينا من غير كلام الاسبرين بيكبر لدرجه انه يتجنن ده احنا قلناه بس ليه كومبليكيشن لانه الكلينيكال بيتشر تتغير ولا لا. يلا يا جماعه ايه انيميك هارت فيلير خليكي معايا في الروبينستون كرايسيس ديبوزيشن اوف ايرون. حد فاكر ديبوزيشن اوف ايرون كان فين؟ 2 ال و3 فوق غدد فوق بيتري تيستس بنكرياس واوباثي كارديو ايروماسي وليوماسي ايزي فراكشر اوف بون جروس فيليا وعشنا فيه كتير قوي احنا اقوى من اساتذتنا ان شاء الله فيه. و بيوبرتي ديلي العيان ده عنده مشكله ثانيه وهي هايبر اسبرينيزم بس مش كل العيانين بيجي له هايبر اسبرينيزم. مين اكتر مرض يجي له هايبر اسبرينيزم؟ الثلاسيميا لان ده اكتر مرض بيحمل على الاسبرين. تفتكروا ليه الثلاسيميا هي اكتر مرض في الهيموليسيس يحمل على الاسبرين؟ يعني فيها اعلى ريت اوف هيموليسيس. يبقى لو سالت سؤال شفوي ايه اعلى ريت هيموليسيس في الدنيا يتشاف؟ يتشاف في الثلاسيميا. فين؟ في الثلاسيميا. ودايما يا جماعه احنا عندنا ثلاث امراض فيهم كرونيك هيموليسيس عجينه السنيه ثلاسيميا وسيكل سيل انيميا وسبيروسايتوسيس. احنا المصريين المنحوسين والعرب يبقى عندنا ثلاسيميا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط. الافارقه اقل مننا شويه في الخطوره سيكل سيل انيميا بتاعت الافارقه اضعف شويه. والمحظوظين مين؟ بتوع اوروبا عندهم مرض اسمه سبيروسايتوسيس. والجيوغرافي هنا مهم جدا تمام يعني ممكن تتسال فيه في اوروبا مرض اسمه سبيروسايتوسيس وما تكتبوش حاجه يلا بينا نبدا الثلاسيميا على طول. زي ما انتم شايفين الثلاسيميا هي مرض في الهيموجلوبين. And the question is الثلاسيميا هي انتاج هيموجلوبين abnormal ولا عدم القدرة على انتاج كمية كافية من الهيموجلوبين؟ لا عدم القدرة على انتاج كافية. انتاج هيموجلوبين abnormal ولا عدم القدرة على انتاج. اكتب كده اهم درس شفوي وعملي. الاول اهم درس شفوي وعملي يلا تركيز. فاضل كلمة قبل ما نبدأ ممكن ما تعرفش تجاوبوها دلوقتي بس أنا اللي هجاوبها لها. هي الثلاسيميا يا جماعة إنتاج هيموجلوبين قليل يعني قلة إنتاج ولا abnormal؟ It is not abnormal hemoglobin, it is decreased production of hemoglobin. هنفهم دلوقتي ليه؟ هو الهيموجلوبين كام قطعة؟ أربعة. ممكن يكون عندي الجين اللي بيكون الألفا عطلان أكون هيموجلوبين ولا معرفش؟ ازاي؟ هتقولي لي اكون هيموجلوبين من الاثنين دول بس؟ في عربيه بفردتين والفردتين التانيين لا ما اسمهاش عربيه. نص عربيه يبقى ما اسمهاش عربيه برضه. يبقى عمل فيلير اوف فورميشن اوف هيموجلوبين على بعض. اذا كان عندي جين في الالفا عطلان مش هنتج هيموجلوبين كفايه. اذا كان عندي جين البيتا كسلان مش هنتج كميه كافيه من الهيموجلوبين. تاني اذا كان عندي كسل في الجين ده يقل انتاج الهيموجلوبين كله على بعض. في كسل في انتاج جزء من السياره هتلاقي في كسل في انتاج العربيه في المصنع ده. في كسل في انتاج البيتا هيبقى برضه في عطل في انتاج الهيموجلوبين كله على بعض. بس حد يستنتج كده حد يقول لي كده عندي كام نوع ثلاثه؟ يا الفا يا بيتا دكتور الالفا ثلاسيميا عدم القدره على انتاج الالفا والبيتا عدم القدره على انتاج البيتا. هي مين في دول اللي موجوده في مصر
البيتا ثلاسيميا. البيتا ثلاسيميا يا جماعه بتبقى موجوده في منطقه البحر الابيض المتوسط، تمام؟ عشان كده اسمها انيميا البحر الابيض المتوسط، احنا اللي سميناها كده. وفي نوع تاني اسمه الفا، عدم القدره على انتاج الالفا، بس الاثنين في الاخر وان كلينيكال بيكتشر، لان في الاخر عندي ايه؟ نقص في انتاج الهيموجلوبين شديد جدا. بيتا كرونيك هيموليتيك انيميا، بيتا ثلاسيميا is the most common form of chronic hemolytic anemia in Asia. تمام؟ It is very common in the Mediterranean area. لكن مكتوب ان الالفا رير in Egypt. ناقص بقى كلمة It is common in the far east. لازم تكتبوها دي. Common in the far east. هو بيقول لك ان الجين اللي بينتج البيتا موجود على الكروموزوم رقم 13. وعايز تركيز بقى. شايفين الجين ده؟ ده جين سليم بينتج ايه؟ بيتا. والجين ده عطلان، الانسان ده مريض ولا مش مريض؟ قال لك الجين الهيلثي كان كونفنسيت 90% سو ذا ديزيز ويل نوت ابير ويبقى شكلي نورمال. طفل تاني في نفس العيله، بنوته تانيه في نفس العيله عندها المنظر ده، جين سليم والجين التاني unhealthy، البرودكشن بتاعه ضعيف جدا وده البرودكشن بتاعه قوي جدا. she is healthy بس دول لما يكبروا وده ابن عمها وما لقيتش غيره ويتجوزوا بعض ايه اللي هيحصل؟ هيجيبوا الشخص ده، هناخد الجين البايظ من هنا مع الجين البايظ من هنا تقوم تظهر الاعراض اللي انا شرحتها الحصه اللي فاتت، وده اللي اسمه مريض عنده مرض ظهر عليه سموه ثلاسيميا ميجر، وسموا بابا مامته اللي ما عندهمش الاعراض هايفه او ما فيش اعراض خالص ثلاسيميا ماينور. مين يقول لي ثلاسيميا ماينور؟ عنده كام جين عطلان؟ جين واحد بس. هل عنده سيفير سيمتومز ولا فيري مايلد اور نو سيمتومز؟ فيري مايلد اور نو سيمتومز. اذا المرض ده اوتوزومال ايه؟ موافقيني كده؟ لانه بيظهر بكام جين؟ باثنين ولا بجين واحد؟ باثنين. هنقرا مع بعض. هي ديفكت اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. ممتاز جدا. ديفكت في تصنيع الفا تشين ولا بيتا تشين؟ هنتكلم عن البيتا، ما احنا عندنا نوعين، يا ديفكت في تصنيع الالفا يبقى اسمه الفا ثلاسيميا، يا ديفكت بص في كتابك يا ديفكت في تصنيع البيتا يبقى بيتا ثلاسيميا. هنتكلم عن البيتا. هما الجينات بتاعتها متشابهه على الكروموزوم رقم كام؟ مكتوب عندك الجين على الكروموزوم رقم 11. انتوا عارفين ان كل جين فيه منه كام كوبي؟ اثنين. طب احنا عندنا تو كوبس، لو واحد بس مصاب تبقى اسمها ثلاسيميا ماينر، لكن لو الاثنين مصابين يبقى اسمها ثلاسيميا ميجر، وده اللي يظهر عليه الاعراض. الله، امال ايه ده؟ جين مصاب وجين نصف اصابه، يعني جين شغال بكفاءه 5% 0% والجين الثاني كان شغال بكفاءه 40%. اسمي المرض ده ثلاسيميا ميجر ولا ماينر ولا انترميديت؟ اسميها ثلاسيميا انترميديت. So we have three types of thalassemia: thalassemia major, thalassemia minor, thalassemia intermediate. احنا ماشيين بترتيب الصفحة والناس تايهة برضه. Two gene mutation، يعني ايه two gene mutation؟ اهو يا ابني الجينين بايظين. الشخص ده جيناته شبه بعضها صح؟ بص كده، ده دي رومادي دي رومادي، دي بايظة ودي بايظة، يقوم يتسمى هو موزايكوس متماسك. الشخص ده هم ولا هتيرو؟ هتيرو لان اللون ده غير اللون ده. هم ولا هتيرو؟ هتيرو لان اللون ده غير اللون ده. اذا اللي عنده اثنين بايظين اسمه هوموزايجوس وده ثلاثيميا، اللي عنده واحده بس بايظه اسمه هيتيروزايجوس وده ثلاثيميا ماينور، وده اللي اسمه انترميديت. عنده سيمي فانكشنينج جين، جين واحد سيمي فانكشن، سيمي فانكشنينج وان جين والتاني عطلان خالص. جميل جدا، سيب المربع الازرق وانزل تعالى نفهم ايه اللي بيحصل. احنا كل ده لسه مش فاهمين ايه اللي بيحصل. انترا يوتيراين كان عندنا نوع هيموجلوبين اسمه ايه؟ هيموجلوبين اف. قلنا ان انترا يوتيراين احنا عندنا هيموجلوبين عباره عن 2 الفا و2 جاما. قال لك انترا يوتيراين كان فيه انتاج لكميات كبيره جدا جدا من مين؟ من الالفا. ومين كمان معاها؟ الجاما. طب احنا بعد الولاده بنعمل ايه؟ بنقفل الجاما ونفتح مين؟ البيتا. صح؟ اللي حصل كالاتي، الجسم بعد الولاده
راح للجامعة قال لها شكرا مش عايزينك ستوب. احنا نبتدي نطلع هيموجلوبين جديد ونبتدي ننتج مين؟ بيتا. الجين يعمل هنا حاجه اسمها سويتش اوف ونروح لجين البيتا نقول له بليز سويتش اون يقول لي ايه ده انا عطلان. اقول له يا راجل ده انا قفلت الجامعة انت هتطلعني بيتا؟ قال له انا عطلان انا انتاجي بالكتير 5% من احتياجاتك. انا اللي اقدر اطلعه ده بعد ما انت قفلت الجين ده انا اقدر اطلع لك 2 3. قال له يا عم ده احنا عندنا الفا كتير جدا جدا بالملايين عايزين يتجوزوا. يقوم الجسم يعمل ايه؟ بميكانيزم غريب جدا الجسم يروح يتربى الجين بتاع الجامعة يقول لها انا اسف غلطتي ان انا قفلت انا اسف ان انا طلقت رجعيني تاني اشتغلي تاني. تقول له ابدا سويتش اوف از بيرمننت انا ممكن اساعدك شويه عشان خاطر العيال اطلع لك شويه جامعة قليلين جدا. Now we have a very serious problem. عندنا كميه قليله من البيتا كميه قليله جدا من الجامعة والالفا لما هتتجوز بالشكل ده هيفيد كتير الفا مش متجوزين. الفا تشين 3 دي تعمل جمعيه المراه المتوحشه المعنسه مش عارفين يعملوا ايه بيقوموا يعملوا ستون جوه الخليه ما تجوزوش يعملوا ستون جوه الخليه يجمعوا مع بعض البريسبيتيت على الممبرين يفرقعوه. ايه ده هي الخليه دي حصل لها ايه دلوقتي؟ هيموليسيس. من ايه بقى ان شاء الله؟ عشان الفري الفا تشين اللي ما اتجوزتش البريسبيتيت على الممبرين افتر ات بريسبيتيت اتربشر ذا ممبرين لدرجه ان الار بي سي دي ممكن تربشر وعمرها ساعه واحده بس وتربشر عشان فيها ايه؟ اكسسيف فري الفا تشين. ركزوا معايا قوي. At the age of 3 to 5 months, the body switch off the gene off and switch the gene off, but it is mutated. وبالتالي البرودكشن بتاعه قليل. So the gene of gamma start to work, بس بقى عشان switched off برضو defective. والإنتاج بتاع البيتا والألف والجاما بقى قليل. ينتج عنه كمية كبيرة جدا من الفري الفا تشين ذات بريسبيتيت انسايد ذا سيل وتعمل لها ايه؟ هيموليسيس. نقرا. The body try to switch to hemoglobin adult. انتوا فاهمين يعني سويتش من مين لمين؟ اللي مش فاهم يعرف انه بيسويتش من الجاما للبيتا. At the age of 3 to 5 months. ولما لقى في failure of formation of the beta chain حاول يزود للاف يعني حاول يرجع لمين تاني؟ للجامعة. حاول يرجع للمرحله الاولانيه الجامعة لكن قالت له انا ديفكتيف انا مش هرجع لك تاني. ديفكتيف يعني it will not work at the same pattern. والنتيجه النهائيه انه بقى قاعد لا معاه بيتا كفايه ولا معاه جامعة كفايه واصبح في ايه اقرا؟ فري الفا تشين والبريسبيتيت. ولما تبريسبيتيت تعمل هيموليسيس. وده اشد انواع الهيموليسيس لان بقول لكم ممكن الار بي سيز اللي عمرها 120 يوم يبقى عمرها ساعة أو ساعتين أو بالكتير يوم يومين عشان كده very severe hemolysis. طب أنا خلصت باثوجينيسيس وفهمناه والرسمة دي تكفيني جدا بس أنا أسألكم سؤال هو أنا لما أروح لللابس وأنتوا شايفين الرسمة دي وباصين هنا مش باصين في الكتاب وأقول لكم نوع الهيموجلوبين اللي عند الولد ده هيبقى كله هيموجلوبين أضلت زي ما ولا هيبقى عنده نص الهيموجلوبين اللي عنده أضلت ونصه فيتا صح كده؟ هو انا لو عملت له هيموجلوبين الكتروفوريسيس ونبصيت على نوع الهيموجلوبين يطلع زينا 95% أضلت ولا يطلع بس نص كده نص كده وجايز التلتين كده والتلت كده وجايز التلت كده والتلتين كده لكن على الاقل الهيموجلوبين اف موجود. اسال سؤال هم دول كفايه ولا مش كفايه؟ يا دكتور ده زائد ده يطلعوا جرام 2 جرام 3 جرام هيموجلوبين واحنا محتاجين كام جرام؟ 13. انتوا فاهميني؟ ده 50% من التوتال وده 50% من التوتال لكن التوتال ده ما يكفيش خليه ابدا دول اثنين هيموجلوبين في ار بي سي قد كده قليل ولا كتير؟ قليل. من قبل ما اروح للانفستيجيشن انتوا تقدروا تعرفوا دلوقتي ان احنا عندنا هيموجلوبين ادلت بينما اي عيان ثلاسيميا عنده هيموجلوبين ادلت النص بالنص مع هيموجلوبين كده. طب الكلينيكال بيكتشر هو الدرس ده ثلاسيميا؟ لا الدرس ده اسمه كرونيك هيموليتيك انيميا وطالما ده كرونيك هيموليتيك انيميا يبقى حضرتك الانيميا بالبالو بالتاكيكارديا بالديسميا بالايزي فاتيجابيلتي اللي ما عرفتش تقولوه والهيموليسيس بالجوندس
بالدارك ستول بالدارك يورين اون ستاندنج الاتاكس اوف دارك ريد يورين والبرونز ديسكريشن ذات تيكس ييرز واللي عملنا نحفظهم طول الحصه اللي فاتت اند ات از اكرونيك سالسينيا از اكرونيك هيموليز بتعمل هيباتو ميجاليسبرين وميجالي ليمفا ديلوباسي مونجولويد لونج وكارديك انلارجمنت الخمسه اورجنز الكبار اللي استمتعنا بيهم المره اللي فاتت فاضل بس يعني يا دكتور انت علمت لنا استنبه عشان كل ما نمشي على مرض نحطها على الاستنبه ثلاث خمسات صح فاضل تحط شياكه في الاول وفي الاخر تقول لي الاونس بتاع المرض ده امتى ما احنا خلاص حفظنا الاستنبه ثلاث خمسات تقول لي الاونس امتى والسيفيريتي ايه الاونس تفتكروا الاونس بيرس ولا لا هو الجسم عمل سويتش اوف للجين بتاع الجاما على 3 4 5 شهور على ما المرض يظهر بوضوح على الجسم يبقى 6 7 8 شهور اذا هذا المرض ما بيظهرش الا في النص الثاني من السنه الاولى على ما في الجين مين الجاما ويحصل عندي عجز في الاسواق ما هو انا قفلت الجين 4 شهور بس لما بيحصل عجز في الار بي سيز بيكون الكلام ده عند 7 8 شهور الاقي الانيميا تظهر في النص الثاني من السنه الاولى اند ات از فيري سيفير ولا فيري مايلد فيري سيفير لدرجه انها بتحتاج نقل دم افري مانس نقرا كلينيكال بيكتشر الانسيت باي ذا سكند هاف اوف ذا فيرست يير لما تصنيع الجاما تشين يقف ذا كورس از سيفير ان ذا ميجور فورم ديسكاس ذا كلينيكال بيكتشر هديسكاس ازاي؟ اكتبوا 3 5 اكتبوا 3 5 اوعى تقول في الامتحان 3 5 هي الكلينيكال بيكتشر انا علمتها لكم كده ولا هي كلينيكال بيكتشر اوف ذا ديزيز اوف ذا كوز اوف ذا اوف ذا كوز لا مفيش ده مرض وراثي مش هشرب بطاس هيجي لي سلاسل لكن اوف كومبليكيشن بهو اكتب يا باشا يا ده الكلينيكال بيكتشر بقت كبيره انا مش هعرف فيا بس بالروبن ستون وكرايس ديبوزيشن اوف ايرن يعني ايه موزيدروزس وايزي فراكتشر اوف بون والاسطمبه اللي حفظتها لك كلها هو انا مش عامل الاسطمبه دي رزاله عشان احنا هنستعملها كتير فنبقى حافظينها ونعرف نحطها في كل درس انفستيجيشن ايوه سامع كل السؤال بتاعك بسرعه دكتور هو مش كانت الثلاثينيه الفا المفروض تبتدي انترا يوتراين طبعا الثلاثينيه الفا تبتدي انترا يوتراين والباك بيكتشر بتاعتها ايميديتلي ادفيرس ده كلام واضح وانا بتكلم في الالفا احنا بيتا كل ده احنا بيتا هو احنا في مصر بيتا ولا الفا ما تتوهش زمايلي انفستيجيشن يا جماعه علمتكم اقرأ عنوان الدرس والف منه It is chronic hemolytic anemia. اللي هي مين؟ مش ده العنوان؟ يبقى امشي على العنوان من اليمين للشمال، اتعلمنا كده. اثبت الأول إن هي وبعدين اثبت إن هي وبعدين حاول تثبت إن هي امشوا على العنوان، على فكرة إحنا ممكن نغش كل الأسئلة من العنوان بتاعنا. It's an art. طب يلا، how to prove anemia؟ هيموجلوبين قليل. طب how to prove hemolysis؟ دكتور زكي قال بالريتيكولوسايتس العالية بصورة مستمرة دكتور تاني قال الار بي سيز اللي بتتكسر تخرج بالروبن واير والفيريتين يزيد واليوروبايلينوجين يزيد والاستيركوبايلينوجين يزيد وفي دكتور غبي قال نعمل اكس راي نقوم نبان فيها بون مارو ايه؟ احنا كده لغايه دلوقتي اثبتنا ايه؟ كرونيك لا اثبت لها هيموليتيك انيميا بس نفسي اعرف ان هي قال لك اعمل بلاد فيل هتلاقي منظر غريب جدا يا دكتور لا استنى انت لسه قايل من شويه نعمل الكتروفوريسس الكتروفوريسس محتاج ثقه من نفس ايه ثقه من نفس ايه؟ محتاج ان انا شاكك قوي من السلسال بقاله 800 جنيه ما اخليش العيان يدفع 800 جنيه الا لما اكون اتاكدت كلينيكالي وعملت انفستيجيشن سي بي سي تثبت الانيميا ثم اثبتت ان هي موليتك وبعدين اقوم فارد بلاد فيل الاقي في ديفرنس عن النورمال يشجعني قوي ان انا اقول انها سلاسل. نمبر 1 هم سايز واحد زي دول ولا مختلفين في الحجم؟ ام ايزو مش قد بعض سايتوتس ام ايزو ام ايزو سايتوتس مش قد بعض مش كده وبس هي دي بالذمة ده منظر ار بي سي ده عامل زي ما يكون سبير ايه المنظر الغريب ده؟ وايه البيراميسيوم ده؟ ايه ده؟ ايه الاشكال الغريبه دي؟ البعجره دي اسمها بويكيلوسايتوسس
بولكيلو سيتوزس. طبعا عندنا ولا لا؟ اكتب بولكيلو سيتوزس. كيلو بولكيلو اهي اهي. يعني ايه؟ يعني الريجولر شيب. اللهم امال يعني ايه انايزو؟ مش قد بعض. و نتيجه وجود الجمعيات المنتشره الالفا ثلاسيميا الفري بيحصل مناظر غريبه جدا جوه الخليه. اشهرها المنظر ده تارجت سيل. تلاقي الخليه جواها شويه هيموجلوبين متجمعين في النص. اصلا الخلايا الطبيعيه للار بي سيز بتبقى في النص فاضيه بيل فروم ذا سنتر، لكن دي اسمها تارجت سيلز، عامله زي النشان اللي بننشن عليه بالظبط فسموها تارجت سيلز. طيب حد شايف ان في خلايا صغيره؟ بص كده كل دول كبار، شوف دي عامله ازاي؟ شوف دي عامله ازاي؟ نتيجه ان كميه الهيموجلوبين كتير ولا قليله؟ هي مش كميه الهيموجلوبين هنا قليله؟ يا جماعه كميه الهيموجلوبين قليله، يا جماعه الار بي سيز جواها كميه جرامات قليله جدا، فيبقى مايكرو سايتوزس. يلا قولوا معايا مايكرو سايتوزس اند ايزو سايتوزس بولكيلو سايتوزس اند تارجت سيلز. لما تعمل الفيلم ده قدامك كده تبقى مستمتع بيه، وتبقى تروح تطلب هيموجلوبين الكتروفيليسز وانت واثق من نفسك، بعد كلينيكال بيكتشر بتاع هيموليسيس وبعد انفستيجيشن وبلود فيلم، الراجل باعت لك بتاع المعمل بتاع البرج بعت يقول لك بليز فور هيموجلوبين الكتروفيليسز. هو اللي كده يبقى الراجل العيان رجع لك بيقول لك ده طالبين تحليل تاني، قول له ايوه عشان نتاكد خلاص انه المرض ثلاسيميا، هنعمل هيموجلوبين الكتروفيليسز هنلاقي الهيموجلوبين ادلت موجود قليل والهيموجلوبين اف موجود قليل والريشيو بينهم تقريبا 1 تو 1. جايز تبقى جايز الاقي ده 20% بس الاقي ده 80%، جايز الاقي ده 80% الاقي ده 20%. يا دكتور هو الطبيعي اصلا الهيموجلوبين اف كام في المية؟ اقل من 2%، يعني اخره خالص 1%. فانا مش المفروض ان انا الاقيه 10 ولا 15 ولا 20%. and this is diagnostic. عارفين ايه diagnostic؟ ايه اللي رماك على المر؟ اللي هو الجاما اللي امر منه عطل البيتا. فاللي يخلي الانسان يلجا لانتاج الجاما فور شور هو عنده عطل في البيتا. بره في اوروبا معرفش بيعملوا كده، احنا نقعد نستنتج، قال لك لا احنا هنخش نشوف الجين بتاع البيتا بالسيكونسر، يعني نفتح كروموزوم 11 ونقرا الجين بتاع البيتا ونثبت ان فيه ميوتيشن، ما يسمى جين ستادي او ميوتيشن اناليسيس. وده تحليل بيتكلف 8000 جنيه مش وارد ان احنا بنعمله للمصريين. تمام؟ ثلاث خطوات، مين يقول لي بدانا بالريفليس ولا بالجاني؟ البلاد فيلم، ثم رحنا لمين؟ للهيموجلوبين الكتروفوريسيس، وانتهينا بحاجه اسمها جين ميوتيشن اناليسيس او جين ستادي عشان اعرف الجين بتاع البيتا في عطل ايه بالظبط. في معظم الاحوال بيبقى الهيموجلوبين الجين بتاع البيتا كسلان وليس منتهي. خلصنا الانفستيجيشن، علمتكم ازاي نشخص او نكتب انفستيجيشن من العنوان نفسه. تعالوا نروح لحاجه مهمه جدا وهي التريتمنت. هي اللي بتشخص الديفرنشال دايجنوزس. طب نمشي بالترتيب ايه عندكم؟ ثلاثين يا مانوش. دكتور ثلاسيميا ماينور ده في السيتو هو عنده جين بيتا سليم وجين بيتا ايه؟ افتكروا عنده جين بيتا شغال مغطي كام في المية؟ 90%. بس في شوية الفا نفسهم يتجوزوا، بالذات في سن 3-4 سنين تبتدي الالفا تزيد شوية، فالالفا نفسها في كميات بيتا بنات قد الولاد يعملوا اسر متوازنة، لكن البنات بدأت تكتر يعملوا ايه؟ فيستدعوا الهيموجلوبين الاحتياطي. حد عارف يا جماعه ايه هو الاحتياطي؟ الالفا بتدور مش لاقيه بيتا، مش معقوله هتروح تدور على الجاما، لان عند 3 و4 و5 و6 سنين الجاما دي احنا رميناها في الشارع من سن 3 شهور. في جين معروف اسمه الجين بتاع الدلتا، لو زودنا فيه شويه يقوم يغطي النقص البسيط في مين؟ في البيتا. إذا الضعف البسيط في البيتا يمكن تغذيته بهيموجلوبين اسمه هيموجلوبين ادلت 2، هنزود فيه انتاج مين؟ الدلتا. إذا حصل عجز بسيط في انتاج البيتا يتعوض كفاية جدا بمين؟ بالدلتا، يقوم يزيد هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين ادلت 2. هيموجلوبين ايه؟ ادلت 2.
يقوم يزيد نسبته عن 4%. هو الطبيعي بتاعه 3 وتحت، 1% 2% 3%. تلاقي نسبته كام في المية؟ 4%، 5%، 6%. ده معناه ان في نقص بسيط في مين؟ زيادة الدلتا معناها ان في نقص بسيط في البيتا، معناها ان حضرتك كارير، معناها ان حضرتك ايه؟ ثلاسيميا ماينور. خليكم معايا الاول. طيب يعني معنى كده ان البنوتة دي يا دكتور عشان عندها نقص بسيط في مين؟ في البيتا، عوضته في مين؟ بالدلتا، فزاد نوع جديد من الهيموجلوبين اسمه ايه؟ الهيموجلوبين ادلت 2. عشان كده لو ناوي تتجوز قريبتها خلي بالك فتره الخطوبه هتعمل مره كده ان انت قلقان عليها قوي، وهعلمكم في لسته كبيره لسه هنخدها، وهتروح المعمل تقول لها شكلك انا لازم اطمن عليك اعمل لك تشيك، وهتطلع تكون متفق مع الراجل في المعمل انك عايز عينه كبيره قوي، لان كل في شبكه في حاجه زي كده عين الدم 10 سنتي اقل حاجه، تمام؟ ومن ضمن التحاليل اللي هتطلبها لخطيبتك دي ايه؟ هتطلبوا ايه؟ تحاليل هيموجلوبين ايه؟ الكتروفوريسس. فلو الراجل قال لك ده عندها الهيموجلوبين ادلت 2 6% هتختفي في ظروف الرابطه. انا طلعت بتاع جواز مضامين يا سعيد. لا كده ده مهم قوي يا جماعه. احنا هنتعلم حاجات كتير قوي قوي عن الجواز قبل الجواز، في تحاليل كتير مطلوبه منكم يا شباب، وما تقولش هدفع ومش يعني انت هتدفع دلوقتي 1000 2000 3 احسن ما تتلبس طول العمر اطفال مرضى، تمام؟ يعني يبقى جواز وعيال عينين كمان هتبقى صعبه قوي يعني. العيال دي يا جماعه عندها، البنت دي عندها انيميا؟ لا، او فيري مايلد انيميا. تروح لدكتور يقول لها انت عندك سنه انيميا اعملي لي سي بي سي، يقول لها عندها مايلد انيميا بس ما عندهاش المورف. عارفين ليه ما عندهاش المورف؟ لان ما عندهاش كميه فري الفا تشين عامله ثوره جوه الخليه، فما عندهاش هيموليسيس. يقوم الراجل يتصور ان الانيميا اللي عندها دي ايرن ديفيشنسي انيميا، بالذات انها تطلع مايكروسيتيك. زي مين؟ زي الايرن ديفيشنسي. تطلع ايه؟ مايكروسيتيك. فالدكتور يقول دي ايرن ديفيشنسي انيميا، ويديها حديد لمده شهر شهرين، ترجع له تاني بنفس الهيموجلوبين ما زادش جرام 9.5، ترجع بعد شهر 9.5، وبعد شهر كمان 9.5، نفس الرقم ما بيزيدش. لازم الدكتور ساعات هيقلق ويطلب هيموجلوبين ايه؟ الكتروفوريسيس. وصدقوني هنلاقي ناس كتير جدا عندها هيموجلوبين ادلت 2 اعلى من 4%. نقرا It is the most of the cases are asymptomatic. اكتب اور مايلد انيميا. The condition is suspected لما يبقى عيان عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، يروح للدكتور ويفشل معاه في العلاج بالحديد. ها مين عنده كده؟ هتلاقي حد فينا كده ماشي. البلاد بيكتشر بقى هتلاقيها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، خادعه ولا مش خادعه؟ خادعه، بس مفيش اي دليل على الهيموليسيس. اللي حاصل كله بصراحه انكريز هيموجلوبين ادلت. اي حد فينا هياخد حديد وما يخفش يجري يعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس. الثلاثين مرض خطير ولا اي كلام؟ يمكن عشان احنا ناخده من انجلش، لكن انا لما قلت كلمتين بالعربي قلت لكم العيال دي بيجي لها فشل في الكبد وفشل في عضله القلب وتليف في الرئه وتليف في الكبد، وبيجي لهم ايدز وبيجي لهم هيباتايتس، يعني قلت خلاص الولد ده هيموت، وضمور في المفاصل وضمور في الاعصاب. الثلاثين مرض خطير، عشان كده البريفنشن افضل حاجه. يعني نعمل بري نيتال كير، بري مارتال حتى كير، نعمل كونسلتيشن اللي بنروح للكارديناتكس نقول لهم احنا ينفع نتجوز ولا لا؟ اثنين قرايب يروحوا للراجل بتاع الدكتور، في دكتور اسمه دكتور وراثي، كل اثنين قرايب ما بين يتجوزوا لازم يسالوا هو احنا ينفع نتجوز ولا لا؟ الراجل ده بيدور في العيله على الامراض الاوتوزومال ريسيسيف اللي ممكن تظهر بجواز القرايب، وبينفستيجيت العيله دي كويس جدا جدا، ويقول لهم يلا توكلوا على الله. مش كده ولا لا؟ طب في دول تخطط الكلام ده كله، في دول بدات تاسس اذا كنا كلنا كارير ولا لا. لو احنا عرفنا دلوقتي مين الكارير ومنعناهم يتجوزوا بعض، هتعيش حياتك عادي ما تخافش، بس ما تتجوزش كارير تاني، فاهمني؟ مش هيبقى في ثلاسيميا. ان ايطالي، ودي كانت غرقانه ثلاسيميا، اخر حاله ثلاسيميا اتولدت تقريبا من 10 سنين. ليه؟ عشان الحاجه البسيطه جدا دي ان احنا بنعرف الناس الكارير ما نتجوزهمش لبعض. فلسطين، غزه، كانت غرقانه ثلاثانيه، بقى لهم سنتين مفيش طفل جديد بثلاثانيه.
ما بيتجوزوش الناس اللي عندهم كارير لبعض. In Egypt we still have thalassemia more and more. ليه؟ لأن في راجل مزور بياخد 20 جنيه ويمضي إن تحاليل الزواج سليمة. اقرا جينيتك كونسلتيشن ودور على الكارير وامنع الجواز ماشي ايا كان. يلا بينا التريتمنت. العلاج اهم حاجه في العلاج. العيان ده عنده اجهاد جامد جدا في البومر لان البومر عنده بروليفيريشن عالي. قال لك احسن حاجه تسبورت البومر للبروليفريت فوليك اسيد زي بالظبط ما بنسبورت الست الحامل في البروليفريشن بتاعها بفوليك اسيد. انتوا عارفين كده؟ فهندي فوليك اسيد وندي بي 12 لكن ندي ايرن ولا ما نديش؟ بتهزر يا دكتور؟ ده الراجل ده غرقان ايرن يعني. بالعكس ده انا لازم اعمل ريستريكشن للايرن في اكل الطفل ده فاقلل الكبده واقلل اللحمه الحمراء واقلل الحاجات دي كلها. عينك فيها انا عارف والله العظيم ماشي. يبقى احنا طب انا مش فاهم ليه بصراحه مكتوب فيتامين دي او كالسيوم يعني. يا جماعه العظم بيتكسر ولسه مكتوبه ايزي فراكتشر اوف بون. فاحنا محتاجين كالسيوم, محتاجين فيتامين دي, محتاجين فوليك اسيد, محتاجين هيباتايتس بي فاكسين. الحاجات دي مش لعلاج الثلاسيميا بس. اصل المريض الثلاسيميا عرضه للهيباتايتس فايم سبورتنج هيم فوليك اسيد ببي 12 بفاكسينيشن. تقرا هقلل الايرن في الدايت, هدي فوليك اسيد اكتف عن البي 12, هدي هيباتايتس بي فاكسين, هدي كالسيوم وفيتامين دي عشان العظم الضعيف. من البومر اكسبانشن حصل ريفاكشن للبومر. لكن هو علاج العيان ده الرئيسي ايه؟ الصوره اللي انا عمال اطلعها كل شويه دي, دول عيال في ايران هم, وايران هي بلاد منطقه البحر الابيض المتوسط مليانه بيتا ثلاسيميا ومعلقين بلاد. هو انا ليه اعلق البلاد كله والعيان ده عنده هارت فيلير؟ ما انتوا عارفين ان اي حاجه تدخل السيركيوليشن تمثل فوليوم اوفر, فبلاش نحط بلاد, نحط باك لار بي سيز. ناخد الار بي سيز بس ونحطها في اكياس اندريلي. الكيس اللي قدامك ده كيس باك لار بي سيز. عايزين تعرفوا الفرق بين باك لار بي سيز والبلاد في الكيس؟ لو شفتوا الكيس متعلق والدم نزل مش معلم في الكيس, مش سايب لون احمر على جدار الكيس, يبقى ده بلاد. لكن لو سايب خط احمر يعني دهن الكيس احمر من جوه بعد ما فضي, ده باك لار بي سيز. القريبين شايفين ان الكيس فيه خطوط حمراء يعني الدم نزل بس ستيل سوكد وذ بلاد, سوكد وذ بلاد. ده معناه ان ده باك لار بي سيز. شلنا البلازما فقللنا حجم الار بي سيز فما بقاش فوليوم على الهارت, وبندي 10 مللي لكل كيلو. يعني الولد اللي وزنه 20 كيلو ياخد 200 مللي, 30 كيلو ياخد 300 مللي. ايه فايده البلاد اللي بديه؟ بيعالج الانيميا. ايوه لما عالج الانيميا استفدت ايه؟ هحسن في الطفل حاجات زياده جدا عن الادلت, هيكبر اسرع بدل ما هو شورت ستيتشر هيطول, هيلعب ويذاكر, هيتحسن في الاكتيفيتي بتاعته. اما مريض الثلاسيميا ففي فايدتين مهمين جدا. وشه ما يتشوهش اكتر لان لما بقلل الانيميا بقلل الاريثروبويتين, وكبده ما يكبرش اكتر لاني بقلل حمل الليفر از مصنع. فاكرين مش الليفر كان مصنع والاسبلين كان مصنع؟ طب ما تريح الليفر والاسبلين والبون مارو بانك تدي باك تو ار بي سيز كتير. يو شود كيب الهيموجلوبين اباف 10 ملي جرام. احنا في مصر بنخليه فوق 7, ما عندناش دم. مش ما عندناش دم كان نوع من قله الادب, ما عندناش اكياس دم كفايه. في ازمه فظيعه في اكياس الدم في مصر, مش عارفين نخلي اطفال الثلاسيميا تعيش بهيموجلوبين فوق 10, يا دوب بيعيشوا فوق 7. فايدته ايه؟ احفظوا معايا, بيحسن حاجتين الجروس والاكتيفيتي, ويقلل حاجتين, يقلل الديسفيجرمنت والاورجانوميديل. يلا بيحسن حاجتين, ها الجروس والاكتيفيتي, وبيقلل حاجتين الديسفيجرمنت والاورجانوميديل. نقرا من 10 ل 15 مللي كل شهر. ايه ده؟ في مرض تاني بياخد كل شهر بلاد؟ لا, السيكل سيل انيميا لما ناخدها كل 3 شهور دم. والسفيروسايتوزس قابلت واحده سفيروسايتوزس من دنمارك ما نقلتش دم في حياتها الا مره واحده. محظوظين في كل حاجه. بينما شوف الثلاسيميا لو ما نقلش دم افري مانث كارثه, بل بالعكس بيوصل في بعض الاوقات انه يحتاج نقل دم كل اسبوع.
يمكن انتوا اللي هتقولوا ليه بس بعدين. الفاليو بقى لما خلاص بقى عنده انتي بوديز اجنست كل ال حد عنده اصل العيان ده هيجيله مرض اسمه هايبر سبلينيزم. حد عارف يعني ايه هايبر سبلينيزم؟ يعني سبلين مجنون بيكسر كل الايه الار بي سيز. بقى عنده كام سبب للهيموليسيس؟ سببين الهايبر ايه والهيموليسيس اوف ايه ثلاسيميا. فتلاقيه بينقل الدم كل اسبوع مره. طب ما احنا هنشيله يوم يرجع تاني ينقل دم كل شهر. اقرا يا ابني الفاليو جود اكتيفيتي بيتر جروس ريديوس الاورجانوميجالي ريديوس الديسفيجرمنت. انا كاتب كل ده في سطر واحد. انت في الامتحان حضرتك بتكتبهم اربع سطور. لو حد يكون بيكبس زمان الكبس كده انا اسف الكتاب يعني عشان اكون عارف ضيق. لكن في الامتحان ما تبقاش انت ضيق كده صح. في الامتحان لازم تفنطهم لي في اربع سطور. اتريديوس ذا اورجانوميجالي في سطر، اتريديوس ديسفيجر في سطر، اتامبروف اكتيفيتي، اتامبروف ذا جروس، كل واحده من دول في سطر. كل كيس دم بتنقله بيدخل للطفل كميه حديد تكفي لسنه كامله. هنقل اجتماع الامام الدائري. كل كيس دم، فاكرين المثل بتاع الحصه اللي فاتت؟ اكاني بديلك كل شهر مصروف سنه. كل شهر بدي لك كيس بلاد، وكيس البلاد ده في ايرن يكفي لمده عام. طب هيخرج من جسم الايرن ده ولا ما يخرجش؟ قلنا الايرن مالوش ايه اوت. فانا بساهم في مشكله خطيره جدا وهي مشكله الهيموسيدروز. انا خبيت عليكم، انا قلت لكم عيان الثلاسيميا عنده هيموليسيس، فالهيموليسيس بيطلع ايرن كتير. لا المشكله الرئيسيه ان انا بدي له ايه بلاد، والبلاد ده مليان ايه ايرن، فده بيعمل حاجه اسمها ايه هيموسيدروز. الحل بتاعها موجود، نعمل حاجه اسمها ايرون كيليشن. الايرون كيليشن زمان كان بموليكيول اسمه ديسفروكزامين. الديسفروكزامين موليكيول روعه. انتوا عارفين ليه الايرون ما بيخرجش؟ لانه ملوش جيتس يخرج منها، ملوش بوابات يخرج منها. لكن الديسفروكزامين ده كموليكيول ليه بوابات في الكيدني. فانتوا عارفين ان الدراجز بيتم التخلص منها يا في الليفر يا في الكيدني. رحنا مدورين على مولوكيول يعرف يعدي من جمرك الكلى. اسم هذا المولوكيول ديسفروكزامين. بيعرف يعدي منين؟ مركزين معايا؟ من الكلى. وهذا المولوكيول حرامي، مهرب، زي مهرب المخدرات. عنده 6 سوكتس، 1 2 3 4 5 6 سوكتس. بيحط جوه كل واحد فيهم ايرن هيدن. السوكت ده الايرن ما يبقاش باين بره خالص. يحط كام مولوكيول؟ يبقى انا هديله ديسفروكزامين. الديسفروكزامين هيتلف في البلاد شويه، يلف يلم ايرن ويخبيه جوه الستة سوكتس بتوعه وينزل في اليورين باشا. مهرب ولا مش مهرب؟ مهرب. انا هستفيد من عمليه التهريب دي في ان انا اتخلص من الحديد. يبقى ما فكره الكيليشن؟ تهريب مولوكيول من بوابات غير مسموح لي بالمرور فيها. هو الايرن غير مسموح لي بالنزول من الكلى، هعرف اهربه على مولوكيول اسمه ديسفروكزامين. مشكلة هذا المهرب انه ما ينفعش يتاخد اور. ليه؟ نون ابزوربت. طب نديه انترافينوس. قالك لو اديته انترافينوس هيقع من الكيدني قبل ما يلحق يكولكت ايرن. فقالك لازم تديه فيري سلولي. انتراماسكولار ازاي؟ هيلم الحديد اللي في العضلة يبوظها. مش العضلة فيها ايرن؟ ايرن اوف مايوجلوبين. انجوي. عشان كده اوعى تقول عليه انتراماسكولار. انا كنت مستني اسمعها. اعرفه ما ينفعش الا سبكوتينيوس، ولازم تحقنه ببطء عشان تديله فرصه يلم حديد. عشان تديله فرصه يلم حديد. انا فاكر اول طفل كنت بقول له لازم تمشي على الحقن وانا في الامتياز، لازم تلتزم بالحقن اللي تحت الجلد. قال لي يا دكتور ده بيحطوها لي بمضخه تحت الجلد تقعد تحقن الحقن دي في 8 ساعات. قلت له ايوه انا عارف طول الليل بتاخد الحقن. قال لي انت عارف يا دكتور ان انا كده ما ينفعش اتقلب يمين ولا شمال والا السن بتاع الابره يتهز وبعدين اصحى من النوم على الشكه في بطني. فانا لازم افضل متسبك في مكاني لدرجه ان انا قلت لهم اخر حل خالص ان هم يربطوني وانا نايم. وبعدين حسيت ان انا بتعذب وانا صاحي في حياتي. الولد اللي بيكلمني الكلام ده عنده 9 سنين بالظبط. انا في حياتي بنهج وتعبان من الانيميا ومن المشاكل اللي جات لي، وكمان وانا نايم مش عارف اتقلب في السرير ومتثبت في السرير وسرنجه داخله في بطني.
طب عيشه ايه دي يا دكتور؟ انا احسن حاجه ما اخدش الحقنه دي عشان اموت بسرعه وارتاح. ده كل اللي قاله لي بالنص. ده طفل يعاني الثلاسيميا. قد ايه الموضوع صعب. ديسفروكسامين هو دواء بيتاخد تحت الجلد 20 ملي جرام سبكوتينيوس ببم على مدار فتره طويله 8 ساعات عشان يلم ايرون. اقرا 20 40 ملي جرام ديسبيرال او ديسفروكسامين سبكوتينيوس اوفر 10 اورز. وطبعا ال 10 ساعات دول لازم بالليل لان مش معقول هقعد 10 ساعات بالنهار قاعد جنب المضخه. وصوره المضخه عندك كمان؟ لا مش عندك، مش مشكله. السؤال بقى، طب مفيش حل؟ بدأوا يدوروا على مولكيولز تانية. في عالم عبقري قال انا هقطع الديسفروكسامين ده وعمل مولكيول صغير اسمه ديفيريبرون ينفع يتاخد اورالي اند اتز ابزوربت ويدخل الدم يلم حديد، بس بيلم 2 مولكيول بس، طلع فيري ويك. يبقى الديفيريبرون ميزته انه بيتاخد ايه؟ اورالي، لكن ليه اثار جانبيه وفي نفس الوقت ايه؟ ضعيف. اكتب جنبه ضعيف. مصاد افكت بيعمل ارثرايتس وهيباتايتس. راجل عبقري اللي كسر مولكيول الديسفيروكسامين وعمل مولكيول الديفيريبرون لغايه ما اكتشفوا في فرنسا مولكيول جديد اسمه ديفيرازيروكس. ديفيرازيروكس اكتشفوه في فرنسا بيتاخد اورالي وانس ديلي بيلم حديد بالهبل. قالك نجربه فين؟ في مستشفى ابو الريش في الدور الرابع وحده امراض الدم. بدات تجربه هذا العلاج، كان بيجي لنا منه شحنات اول ما اتعينت مهوله من الديفيرازيروكس، كميات مهوله، واطفالنا كلهم بداوا يمشوا عليه ستادي ابحاث تجربه، والايرن عندهم في الدم قل جدا وبقى نورمال، والعيال صحتها اتحسنت جدا. It is oral drug وفيري افكتيف ومينيمال سايد افكت ديفيرازيروكس. واول ما بقى اف دي اي ابروفد فود اند دراج ادمنستريشن ابروفد الدواء ما عادش بينزل مصر، وبقى بينزل متهرب بس ب 600 جنيه العله. بعد ما بقى اف دي اي ابروفد، لكن وانت لسه بتجرب يو ار ان ايجنت. تمام؟ جربوا علينا وخدوه مننا. بس ده اللي حصل بالظبط. دي في رازيروكس اورال افكتيف من 10 ل 20 مللي جرام اورال افكتيف. انا بقول كلام انا مسؤول عنه. عندك الوحده موجوده في الدور الرابع، وهسال التجربه البروجكت كله اتعمل في مصر. العيان ده مع الوقت، العيان ده مع الوقت الاسبرين بتاعه بيكبر وبيضيف مشكله جديده جدا. دكتور احمد العادي بيسال سؤال غريب جدا، قول لي يا ابني عيان الثلاسيميا ممكن يبقع؟ انت بتتهز. عيان الثلاسيميا يبقع؟ هو ده مرض جلديه؟ لما يجيله اسبرين كبير يحصل هايبر اسبلينيزم، ينقص البليتلتس، ونقص البليتلتس بيعمل بيرجر وما بتتهزش خالص. سمايل ابتسامه البسيطه دي فور شور. يا دكتور حضرتك مع الهايبر اسبلينيزم ممكن يحصل نقص في البليتلتس وتعمل بيرجر وممكن تقلب ببان سايتوبينيا حضرتك، ودي حلها ان احنا نشيل الاسبلين. طب ما نشيله من بدري ونخلص. ركز معايا انا بديك بيزكس للحياه. نشيل الاسبلين من بدري. طفل بسبلين وطفل من غير اسبلين، بص لي، طفل بسبلين وطفل من غير اسبلين عندهم سنه. الطفل اللي عنده اسبلين اهو، وده اللي ما عندوش اسبلين. اللي ما عندوش اسبلين عنده ريسك اوف مننجايتس 600 مره قد الطفل اللي عنده اسبلين. The spleen is the only organ below the age of 4 years that can phagocytose encapsulated organism. meningococci, pneumococci, and hemophilus influenza. والا هيجي لنا مننجايتس ونموت. ماسيف نيوموكوكال انفكشن ونموت. سيفير نيومونيا ونموت. اهو الاسبلين يا جماعه مميز جدا في انه يعرف ياكل الكابسوليتد اورجانيزم. يبقى نستنى لغايه سن كام سنه؟ 4 سنين على الاقل يا شباب. وخايف برضه. انتوا عارفين بعد 4 5 6 7 8 سنين مين بيتشطر؟ اخوه. عارفين مين اخوه؟ الليفر. يقول له انا اخوك واشيلك في قصه الكبسوليت الاورجانيزم دي كمان. استنى لغايه 4 سنين. ويا ريت قبل ما تشيل الاسبلين تديلي فاكسين ضد النيوموكوكار والهيموفيلس انفلونزا والمنجوكوكار. وبعد ما تشيل الاسبلين يا ريت تمشي على بنسلم لغايه 8 سنين سن الامان. تفضل ماشي عليه لونج اكسنج ايه؟
يأمنني طول الفترة. وعشان كده بنقول الأغنية الشهيرة احنا بنشيل الاسبلين عند 4 سنين مش قبل كده. بندي قبلها فاكسين وبعدها بنسلين لحد 8 سنين. نقول تاني احنا بنشيل الاسبلين عند 4 سنين. بندي قبلها فاكسين وبعدها لحد 8 سنين. وعجب وده مهم جدا يا جماعه. ده سؤال شفوي هام جدا. What is spelling care؟ يقول لك كده spelling care كله بنشيل الاسبلين عند 4 سنين. بندي قبلها فاكسين وبعدها بنسلين لحد 8 سنين. Before هندي vaccination against pneumococci, meningococci, hemophilus influenza. After هندي long acting penicillin. جميل جدا. قبل ما الدكتور يطلع في لجنة الشغل وانا بقول السلاسيميا من اهم المواضيع على الاطلاق يقول لك قول لي what is new. ما قوله ده very old. اللي هقوله لك ده معروف حضرتك. احنا دلوقتي بنعالج عيال السلاسيميا نهائيا بحاجة اسمها bone marrow transplantation. اشيل البون مارو واحط بون مارو بتاع اخوك. اخوه عنده كروموزوم رقم 11 سليم وعنده البيتا شغاله هينتج ار بي سي زي الفل. بون مارو ترانسبلانتيشن از سكسسفول جدا لايف سيفنج. ها معظم الناس تعاني من ثلاسيميا في البحرين وقطر والامارات والكويت عملوه خلاص على طول. الولد 3 سنين سنتين يعمل بون مارو ترانسبلانتيشن من اخوه من ابن خاله من حد ماتشد ليه ونعمل بون مارو ترانسبلانتيشن وينتج ار بي سيز هيلسي. هنشيل البون مارو اللي بيطلع ار بي سيز بتهيمولايز ونحط بون مارو تاني بتاع اخوه بينتج ار بي سيز مش بتهيمولايز. زي اي اورجان ترانسبلانتيشن بيمشوا شويه على اميونو سبريسيف ثيرابي بس مفيش منها مشكله. ذا كويشن از اعمل العمليه دي عند 3 سنين لما الواد يشد حلو عند 30 سنه كده. حبيبة قالت حاجة as soon as possible to avoid complication. هذه واحدة عند as soon as possible لأن كل ما بتنقل دم ركزوا كده بتخلي الإنسان يكون أنتي إيه وبتخلي الإيميون سيستم إيه مجنون فيعمل ريجكشن للبون مارو والنبي ينقل بون مارو قبل ما البون مارو يتجنن قبل ما الإيميون سيستم يبقى أجريسيف. ليه بنعمله بدري؟ عشان يبقى سكسسفول وقبل الكومبليكيشن. عشان يبقى سكسسفول وقبل الكومبليكيشن كل ما هنستنى بنستنى الجمر سوري الاميون سيستم بيبقى مجنون واجريسيف فاخاف على الجمر الجديد. طب وبره بيعملوا يا دكتور؟ بره بيحطوا جين بيتا جديد. يا ده لعب جامد قوي. نحط جين بيتا سليم مكان الجين البايظ. الحاجات دي لسه اندر ترايل. لكن البون مارو ترانسبلانتيشن ده نجح خالص. في عالم فكر فكره لحظه واحده اكون معاكي. في عالم فكر فكره رائعه. في عالم فكر يجيب دراج يستعمله بدل الكائن الغريب ده. يعني ندي دواء يروح للجين بتاع الجاما يشغله باي طريقه. غريبه جدا الحكايه دي. واكتشف بعض العلماء ان فعلا في ادويه بتخلي الجين المقفول ده يفتح سنه يبقى متوارف. لو حد فينا قدر يفتح الباب ده على اخره ويشغل الجين ده على الاخر المشكله تتحل نهائي. ليه يا دكتور؟ لانه هيكون كميات جاما تتجاوز الفري الفا وتحل المشكله. يوم واحد يطلع يقول لي يا دكتور احنا هنعيش بهيموجلوبين من اف واحنا كبار كده اقول له عادي جدا ولا حاجه. يقول لي يا دكتور ده عنده هاي افينيتي اقول له عادي جدا ولا حاجه مفيش مشكله خالص. بس يا ريت حد فينا في يوم من الايام يقدر يسويتش اون ذا جين اوف جاما اللي هو معمول له ايه سويتش اوف وهو سليم. اقرا. بنستعمل دواء اسمه هيدروكسي يوريا بيزود الهيموجلوبين اف برودكشن. اكتب بيزوده فيري مايلد يعني ده مش افكتيف نوت افكتيف يعني ما بيجيبش النتيجه اللي احنا عايزينها. ده كان بالنسبة للثلاسيميا. اوعى تكون حد مش تالنت في اجابة سؤال. اي تريتمنت في الدنيا هو بريفنت تري كومبليكيشن. العنوان ده مش موجود في ولا كتاب بس لما تبص العنوان تلاقيه مقنع. تري كومبليكيشن يعني دي بتجيلها انيميك هارت فيل. طب وبالروبن ستون اعمل لها ايه؟ افتتها او اشيلها؟ لا هنا بنشيل.
طب وتفتكروا يا جماعه لو جاله هيموسيدروزس في البنكرياس دايبيتس ياخد ايه؟ انسولين. تفتكروا يا جماعه لو جاله شورت ستيتشر ياخد هرمون ايه؟ يبقى انا من حقي ان انا احط شويه تريتمنت في كومبليكيشن. يحتاجوا جروس هرمون يشيلوا الجول بلادر محتاجين الكلام ده يا جماعه، محتاجين كالسيوم وفيتامين دي عشان العظم. انا كاتب لك تحت لو في جول بلادر ستون هنشيل، لو في دايبيتس هندي انسولين، لو في شورت ستيتشر هندي جروس هرمون. وان كان الجروس هرمون عندهم ما بيجيبش نتيجه حلوه، انا بديهم جروس هرمون على فكره، بس جروس هرمون ما بيجيبش النتائج المتوقعه لان الليفر اللي بيطلع اي جي اف 1 عطلان عطلان. ده كان درس ممكن اسمه ثلاسيميا، ونروح لدرس ثاني اسمه سيكل سيل اني. انا اسف جدا دكتور، نظرية محشي الكوسة ظهرت من قدامها، هي من عند حبيب. حبيب بتقول ايه؟ هو احنا يا دكتور البون مارو ترانسبلانتيشن، بصوا لي يا جماعه الكلام ده مهم عليكم في المنهج مش مجرد سؤال جانبي. هنفتح العظم ونقور، عارفين محشي الكوسة؟ نقور ونفضي العظم كله، وبعدين نجيب البون مارو بليد ونحشيه. ها؟ ده كده المسلسل بتاع عادل امام بقى اللي هو ما كانش عارف يمشي بعد ما عملوا البون مارو ترانسبلانتيشن. هو انا بقور وافضي العظم واشطفه كويس واغسل الجدران بتاع البون من جوه، وبعدين احشي الرز بالخلطه. شباب احنا ثانيه واحده نجيب الانسان ده نرسم السكيلتون بتاعه ونعرض الجسم لاشعاع عنيف جدا يموت البول مارو، نفس الوقت جرعات عاليه جدا جدا من الكيموثيرابي، والكيموثيرابي يروح يموت كل الخلايا الديفايدنج اللي عنده، شعره بيقع، جلده بيضعف جدا، اسهال، البطن باظت، لكن البول مارو مات لانه جاله اشعاع والكيموثيرابي في وقت واحد. قول لي الولد ده لو حد عطس فيه في اللحظه دي مات، بيعيش في حاجه اسمها بول مارو كبسول، عايش زي ما يكون في الفضاء، محدش يشوفه ولا يلمسه. وفي الفترة دي بنكون احنا محضرين البون مارو الجديد. البون مارو ده يا حبيبي سائل، مش رز بالخلطة، بلط بنحطه في الوريد، الخلايا تروح تسكن في العظم لوحدها، بيتك بيتك، تلاقي العظم فاضي تقعد جواه. دكتور وليس فكرة الرز بالخلطة. تمام؟ ايه؟ بياخدوه من الدونر ازاي؟ حد عارف احنا بناخد بون مارو من الدونر ازاي؟ الناس اللي متصورين هنفتح على الفيمر ناخد نصها ونمشي. سن سرنجه في الاسترنا جي جي تسحب 60 مللي تربيهم تكبرهم يبقوا 140 150 مللي تحقنهم في الجديد. شكرا. بس التربيه دي بتتكلف 300,000 جنيه. بس يعني ان انا اخد 60 مللي اربيهم يبقوا 120 مللي مش تربيه يعني، ده شغل كبير 300,000 جنيه. الدونر بيحصل له حاجه؟ هو انا لو سحبت منك 60 مللي دم هيحصل لك حاجه؟ يا جماعه البون مارو از لايك ذا بلاد فلويد كده زي البلاد. يلا بينا دكتور، وقال ان انا اخدها من سيكل سيل انيميا يا ابراهيم از اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. ارحمني، سيكل سيل انيميا از اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. يبقى جواز قريب ولا لا؟ بس جواز قرايب في اخواننا في السودان في اثيوبيا، ها عند سد النهضه في الحته دي كده. اوتوزومال ريسيسيف ديزيز بيجي بجواز القرايب. بالمناسبه الصوره دي مهمه لان ده سؤال شفوي، از ات بريزنت اونلي ان ميدل افريكا؟ لا، هم الناس دي طبعا انتشروا في كل حته، يعني راحوا لكل الاماكن في اوروبا وفي الوطن العربي، وبالتالي الديزيز ده دلوقتي ناو اول اوفر ذا وورلد، بس الاوريجن بتاعه من ميدل اوف افريكا عند النيجروس. والسؤال هو اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، بس هو نقص في انتاج الهيموجلوبين زي الثلاسيميا ولا انتاج ابنورمال هيموجلوبين؟ ده ابنورمال هيموجلوبين. وتعالوا انجوي القصه بعد ما نقرا. اولا مبدئيا كده يا جماعه، الانسان ده كارير عنده جين واحد سليم، وده كارير لو اتجوزوا يجيبوا انسان ايه؟ مصاب. طيب الكارير يتسمى هومو ولا هيتيرو؟ كتير، والهيتيرو اتجوز هيتيرو جابوا ايه؟ هوموزايكوس. في ديسفورميشن اوف ابنورمال هيموجلوبين، مش انتاج هيموجلوبين قليل، لا، فورميشن اوف ابنورمال هيموجلوبين
يعني بنتج بيتا المره دي بس بنتج ابنورمال بيتا. الديفكت في البيتا تشين في ميوتيشن. وتعالوا نعرف ايه القصه بالظبط. ارجع بقى في الكتاب وتعالى لي نعرف القصه. عارفين ده الجين بتاع البيتا هو ده بينتج ايه؟ بولي بيبتايد صح؟ سلسله 136 امينو اسيد. اسمع تاني تشين 136 امينو اسيد ورا بعض زي السبحه. اللي حصل كل اللي حصل ان في امينو اسيد واحد بس رقم 6 في السلسله دي متغير بقى فالين مكان جلوتامك. بس امينو اسيد واحد بس اتغير فين؟ في البيتا تشين. خلى صفات البيتا تشين دي بقت غريبه. طب كويس جدا. بس دي بيتا تشين سليمه ولا لا؟ دي سليمه ودي مصابه. كويس جدا. طب وهو التغيير ده يعمل مشكله؟ اه يعمل مشكله. يبقى امينو اسيد رقم 6 اتغير بقى ايه؟ فالين بدل مكان جلوتامين. فبقى اصبحت بنتج ابنورمال بيتا تشين. اهي الابنورمال بيتا تشين لما تمسك في الالفا تعمل نوع هيموجلوبين جديد اسمه هيموجلوبين اس. غير الهيموجلوبين ده اللي اسمه هيموجلوبين ايه يا شباب؟ ده اسمه ايه؟ اضغط مش كده؟ لكن ده اسمه هيموجلوبين ايه؟ اس. نقرا اسنجل امينو اسيد ان ذا بوزيشن رقم 6 بقى جلوتاميك اتشال وبقى مكانه فالين انستيد اوف جلوتاميك. في ناس هوموزايجوس تفتكر ده هومو ولا هيتيرو؟ هما اه ليه؟ عشان عنده جين سليم وجين مصاب. كارير ولا مش كارير؟ ما بيظهرش عليه الاعراض. بينما الشخص ده ركزوا بس معايا الشخص ده كده بقى ايه؟ هوموزايجوس. الهوموزايجوس ده اخباره ايه؟ هتظهر عليه الاعراض. لان تفتكروا كام في المية من هيموجلوبينه؟ طالما الاثنين دول كده بايظين يبقى 100% من الهيموجلوبين بتاعه هنا هيموجلوبين اس. دكتور انا في انا قلقان لا يكون انا كارير. لا القلق بجد 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 لو هتتجوز واحده سيكل سيل كارير شايله جين واحد مش ظاهر عليها الاعراض ما ينفعش اكتشفها. قال لك الانسان ده. طب ركزوا معايا جدا ركزوا معايا. قربنا نخلص ما عندناش لسه هنخلص الحصه ولا مش عارف. الانسان ده عنده هيموجلوبين اس. ايه فرقه عن الهيموجلوبين الاضلط العادي؟ The difference between this hemoglobin and the hemoglobin adult is ان الهيموجلوبين adult is very soluble in water. وانا قلتها في اول لكشن soluble بيدوب في الميه لدرجه ان تلت ال RBCs هيموجلوبين ودايب. This hemoglobin when it is oxygenated it is soluble. طول ما هو شايل اكسجين it is soluble. Once you deoxygenate it وده طبيعي ان ناخد منه ايه؟ الاكسجين. It polymerize يعني يلزق في بعضه يلزق في بعضه يلزق في بعضه and form long threads ويكون الياف طويله. الالياف دي واحده ورا واحده ورا واحده تقوم تعمل في الار بي سي ديستورشن وتخليها ريجيد بدل ما كانت فيري جيلي لايك الاستيك تقوم تتكسر مع اول خبطه في البلاد فيسل وول ويحصل هيموليسيس. المشكله انها مش بس ممكن تتكسر ده ممكن تترصص ورا بعضها عشان بقت ريجيد تلزق 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 وتقفل البلاد فيسل. Sickle cell anemia is not one disease, it is two diseases. Hemolysis لما ال RBCs دي تتخبط فتتكسر and the thrombosis لما تقفل blood vessel. Again, الهيموجلوبين S يا جماعة more soluble ولا less soluble؟ When it is deoxygenated it polymerize. قولوا تاني when it is deoxygenated it poly اهو بي polymerize اهو. Once polymerize يعمل ايه في شكل الخلية؟ distortion ويبقى شكلها ايه؟ سيكل زي المنجل. يقوم يحصل لها حاجه من اثنين ايه هم؟ يا هيموليسيس يا اما ايه؟ ثرومبوزس. تعالوا نقرا العنوان بتاع الباثوجينيسيس. انا نسيت حته خليكم معايا. سنجل امينو اسيد سبستيتيوشن يعمل هيموجلوبين اس which is less soluble than هيموجلوبين ادلت. لما بيقل الاكسجين الدي اكسجينيتد هيموجلوبين اس بايه؟ بيبوليمرايز ويعمل ايه؟ ديستورشن. شكل الديستورشن ايه؟ سيكل. وده يعمل حاجتين ديستراكشن اكتب يعني هيموليسيس اند ثرومبوزس. طب ده في الهومو ولا في الهيتيرو؟ ده في الهومو. طب ما يحصلش في الهيتيرو؟ ما يحصلش في الهيتيرو؟ نرجع للهيتيرو ما يحصلش في الهيتيرو؟
اصل الهيموجلوبين اضغط كتير فبيمنع القصه دي. لكن ممكن يحصل لو الان من خطرتك تكون كده، حاول تعرضها لسيفير هايبوكسيا. سيفير هايبوكسيا خالص. لا يا حبيبتي احنا ما رحناش ليه سانت كاترين لغايه دلوقتي. سانت كاترين فيها ثلاث مميزات. اولا الرحله شط، ثم الجبال ارتفاعها طبعا انتوا عارفين 3000 متر من غير اي حاجه ينفع لا ترك، لازم سلم تطلع على سلم على رجليك. 3000 متر 3 ساعات بتطلع، فوانت طالع حضرتك ده ايفورت جامد جدا. اجي واحده رحت لهناك بايفورت وطالع السلم بايفورت، وانت طالع لفوق 3000 متر تركيز الاكسجين البريشر اوف اكسجين بيقل، هايبوكسيا صح. اضف الى ان الجو فوق فيري فيري كولد، فيحصل بريفرال فازو ريستريكشن، فالدم ما يروحش للاطراف، يوم يحصل ثرومبوز. ايدي ايديها متالمه جدا لان فجاه يحصل لها ثرومبوز في ايديها، واللي هتعالج بسرعه على المستشفى هتدخلها المستشفى تمام، وممكن تدفع الفيزيتا بتاع المستشفى وتختفي هناك في ظروف غامضه. رحله سانت كاترين بعد اذنكم نقرا السطر اللي فوق المربع الازرق. سيكل سيل تريت، ما معنى سيكل سيل تريت؟ كلمة تريت يعني يحمل صفة من صفات المرض. فوق المربع الأزرق على طول سيكل سيل تريت يعني عنده صفة من صفات المرض. بنوتة الكاريير عندها 30% بس هيموجلوبينس. أنت ممكن تعمل لها بإذن الله فازو أوكلوزيف كرايسيس. أنت ممكن تعمل لها إيه؟ أوكلوجن البلاد فيسل بتاعتها، هتعرف إزاي؟ مع السيفير هايبوكسيا. اكتب جنبها سانت كاترين. وعرفنا ايه الرحله بتاعتنا لما نحب نتفسح فسحه كبيره في الخطوبه، لازم تكون في سانت كاترين، بالذات لو احنا واخدين واحد يعني بنوته سمره شويه ولا حاجه، الحاجه تقلب. ده مهم جدا يا جماعه. في حاجه اسمها ريزيستنت تو فالسيبارم ملاريا، سيبنا من دي دلوقتي، لكن احنا كده فهمنا ازاي نكتشف هذا المرض حتى في الكارير. حد يقول لي حاجه بتحصل في الحياه فعلا للناس اللي جايين من السودان ومن اثيوبيا وبيجوا لي يكلموا لي؟ ايوه حصل فعلا، حصل لنا الكلام ده فين؟ في الطيران، رحله الطيران والمجهود والترانزيت وقاعدين ومفيش اكل ومش عارف ايه، وبعدين الطياره بتطلع فوق، احيانا الطياره الضغط فيها يقل شويه، الاكسجين بريشر فيها يقل شويه، بس هم كانوا المفروض يكونوا عارفين الحل. اني بيشنت والسيكل سيل انيميا لازم يركب ماسك في الطياره. ليه؟ عشان يبقى عنده اكسجين كفايه ما يحصلوش بوليمرايزيشن للهيموجلوبين بتاعه. ماشي. انا عايز بس اروح لنقطه مهمه جدا. ايوه، هي العيان ده كرونيك هيموليتيك انيميا ولا لا؟ كرونيك ولا لا؟ طب يبقى الكلينيكا بيكتشر بتاعته ايه؟ الكلينيكا بيكتشر بتاعته ايه؟ انيميا ببالو تاكيكارديا ديسنيا ايزي فاتيجابيت يلا وهيموليسيس بدارك يورين دارك ستول اتاكس اوف دارك ريد يورين جوندس برونز ديسكالريشن يلا كرونيسيتي ليفر بس مش اسبلين وهنعرف ليه ليفر بس مش اسبلين ولينف نودز وديسفيجرمنت كارديوميجين. فاضل تشيك السؤال بكلمتين الانصت والسيفيريتي. يلا نشيك الانصت امتى؟ هي المشكلة كانت في انهي؟ في البيتا ولا في الالفا؟ ردوا عليا، المشكلة في البيتا ولا في الالفا؟ كله يرد عليا، في البيتا ولا في الالفا؟ طب اصلا البيتا احنا بنلجأ لها عند 4 شهور. تقوم تظهر المشاكل دي في النص الثاني من السنة الأولى. Not at best. طب والسيفيريتي؟ يزيد سيفير ولا ليه سيفير زاد ثلاثين؟ أنا قلت طبعاً الثلاثين هي أشد حاجة، أول درجة سلم أقل من لها سيكل سيل أنيميا وأقل حاجة خالص في الفيروس، فتكتب لي the severity is less severe than ثلاثين. واكتب الكومبليكيشن كلها. انيميك هارت فيلير والليبل روبنستون والكرايسيس. يا عم انت عمال تقول والكرايسيس 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 وما قلتلناش ولا كرايسيس. يلا بينا على الكرايسيس. طيب الناس اللي جايه متاخر، انا سالت في اول الحصه فوجئت ان المستوى سيء جدا. ف احنا عندنا يوم الاحد امتحان في الهيباتولوجي كله والكارديولوجي كله. كلامي واضح اهو؟
واعتبر نفسك احلى السنه دلوقتي حالا. انا عملت حمض ليدي في النساء يوم السبت. انا كلامي واضح. طب انا ايه كلامي واضح؟ انت عندك امتحان كارديولوجي وهيباتولوجي، واللي مش هيجاوب وهيجيب اقل من 40% انا اسف هي ويل نوت كونتينيو تو ذا اند اوف ذا. بس كارديولوجي وهيباتولوجي كارديولوجي وهيباتولوجي اقل من 40% انا اسف انت كده مش مقدر المجهود بتاع نفسك ومش مقدر الحاله اللي انت فيها وبيع نفسك للشيطان. انت ناوي على كده؟ شكلك بتقول مش هعرف اجيب 40%. لا هتعرف ان شاء الله لو ذاكر عشان تنجح. هيماتولوجي بقى هيماتولوجي بس ليه ان شاء الله؟ ليه ان شاء الله؟ من يوم الخميس الظهر، خميس في جمعه في سبت جايين الحد على 10 صفحات مذاكره. وانا مالي وانا مالي؟ انت طالب مسؤول عني عن شابترين في سقف اسبوع. انا لو عملتك اقل من كده ابقى بضيعك. احنا ما كناش عارفين يا دكتور ان الموضوع ابقى بضيعك. الموضوع كبير جدا. ايوه اتصدمت. اوكي يا عم يا عم هنفضل نتكلم كده كتير. ركز معايا يا ابراهيم. خلاص خلاص خلاص. سيكل سيل انيميا ستارت ات ذا سكند هاف اوف ذا فيرست يير. ات از مايلدر ذان ثلاسيميا. موست اوف ذا كومبليكيشن بتحصل فيها بما فيهم حاجه اسمها كرايسيس اللي احنا مش عارفينها. بس انا عايز اسالكم، لو انا طلبت منكم انفستيجيشن للسيكل سيل انيميا تعملوها ازاي؟ انفستيجيشن فور سيكل سيل انيميا. يلا هنا معايا اثبت ان هي هيموجلوبين قليل. اثبت ان هي مش هقول ازاي. ثم حاول تعرف ان هي سيكل سيل انيميا من الرخيص للغالي. ايه هو الرخيص؟ بلاد فيلر. هات الار بي سيز وحطها على لوح ازاز وحط عليها ماده اسمها صوديوم داي سلفيت تسحب منها اكسجين. ثم الار بي سي تسكل وتبان بالصوره بالمنظر ده. It is sickle in shape under low oxygen tension. يعني لو سحبت من جواها الاكسجين تاخد شكل الهلال. بس ده مش كفايه. لو عايز تبقى دقيق اكتر اعمل حاجه اسمها فصل كهربي هيموجلوبين الكتروفوريسيس. تتعرف على نوع الهيموجلوبين. هتلاقي نوع الهيموجلوبين اللي هنا هيموجلوبين ايه؟ اس وليس هيموجلوبين ادلت خالص. هتلاقي 100% من الهيموجلوبين هيموجلوبين اس. انا نفسي اول حاجه اني لو لقيت الشخص ده كده لازم اروح اعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس لمين ومين؟ ابو لهم. هلاقي عندهم كام في الميه هيموجلوبين اس؟ 30 الى 40%. لان الاثنين هيطلعوا تريت ولا لا او كريت. طب بره مين بيقول لي بره بيعملوا ايه؟ لا ده ولا ده. بيعملوا ايه؟ جين ستادي. يدوروا على الجين ويطلعوا الميوتيشن اللي فيه. هيطلعوا ميوتيشن جوه الجين نفسه. الكرايسس تيجي لوحدها سؤال ريتنس. نظري هام بلس ايه كرايسس اوف كرونيك هيموليتيك انيميا. اللي فات نظري كلاس بي سيكل، نظري كلاس بي. دكتور ليه السيكل مش عملي؟ عشان احنا في مصر مش في افريقيا الوسطى. مش هنلاقي حالات سيكل كتير. عندنا في مصر حالات سيكل؟ اه عندي حالتين بس مش كتير، ما ينزلوش الامتحان. فالسيكل ممكن تيجي لنظري. اهم حته تيجي في السيكل الكرايسيس. لاسباب غير معروفه مرضى الهيموليسيس. بصوا لي هنا يا جماعه. لاسباب غير معروفه الطلق الاطفال اللي عندهم هيموليس البلد طالع من الهارت يروح للسبلين ما يخرجش من السبلين. يروح للسبلين ما يخرجش. واحد يقول لي يعني السبلين حصل فيه ثرومبوزس؟ اقول لك لا خالص. هو منع خروج الدم منه. عمل سكويز على الاوتلتس. فالبلد يدخل السبلين وما يخرجش، يدخل الليفر وما يخرجش. تتوقعوا حجمهم يحصل له ايه؟ حجم الليفر يحصل له ايه والسبلين؟ لو البلاد دخل لهم وما خرجش منهم يكبر. لا بس حد يقول لي المشكله ده تكمن فين؟
ان الاسبرين بيشيل دم يصل الى لتر زياده. السيركيوليشن وقعت، الداخل مش راجع، يعني الفينوس ريتيرن ايه؟ قليل. اب تو شوك اند ديس صادم لي، يحصل بولينج يعني تجمع بركه اوف بلاد ان ذا ليفر اور ذا سبلين، عشان كده مسمينها سيكويستريشن، تجمع سيكويستريشن كرايسيس، تجمع البلاد في الليفر والسبلين لاسباب غير معروفه. تفتكروا لو جالك طفل ده اعمل ايه؟ اديله فلويدز لغايه ما اعرف يجيب كيس دم، الفلويدز سريعه ووراها كيس دم. واحد يقول لي الاسبلين والليفر دول هيفضلوا كبار كده؟ لا، هيصغروا تاني وهيرجعوا البلاط تاني للسيركيوليشن. وفعلا هيبقى الطفل ده عنده اوفرلود. عشان كده العيال دي ما تروحش بيتها الا لما الاسبلين يرجع تاني ريجريس للنورمال سايز بتاعه. اقول تاني، انا دلوقتي الواد ده نقلت له دم، بعد شويه الاسبلين هيصغر والدم اللي في الاسبلين تاني هيروح للسيركيوليشن. اوفرلود ولا مش اوفرلود؟ سو ذس تشايلد شود بي مونيتورد، بس يتابع، ابو حطه تحت عينيه لاحسن يعني يحصل له غلط في نقرا بالروح. سيكوستريشن كرايسيس فور ان نون كوز، لارج اماونت اوف بلاد تتجمع اكيوتلي في الاسبلين وتعمل ماركت انلارجمنت، ممكن في الاسبلين وممكن في الليفر، ويحصل معها اكيوت انيميا وعلاجها باي في فلويدز ده مؤقتا لغايه ما اجيب البلاد. ولو الحاله بتتكرر كتير نشيل الاسبلين الاهبل ده، لانه سبلين اهبل بيعمل سيكوستريشن، وبعد شويه ان شاء الله هيبقى يعمل هايبر سبلينيزم فيتشال ونفلوس. تمام؟ مش هعمل عليكم اوفرلود اكتر من كده عشان تلحقوا تذاكروا الدرس بتاع النهارده والشابترين اللي علينا ان شاء الله باذن الله. ويمكن في ناس فيكم اشوفها الظهر باذن الله في حصه السي في. لا مش ريست، احنا خلصنا يا جماعه عشان انا عندي مش عشان رقبتها فيكم ولا حاجه.